أشارت إلى أن نلتقي في هذا المكان بالأخ أحمد حامد المك. أحمد حامد المك ملحن شاب، وصدفة أيضا أشارت إلى أنه أحمد حامد المك هو ابن أخت الفنان العملاق حسن عطية، وجينا قالوا شنو خال خال. أهلا أهلا وسهلا جويلي، مرحبا بك في مشوار المساء. وماذا أعطاك حسن عطية؟ حسن عطية ربما يكون أدانا يعني في الفن العزف بالنسبة لنا، واحتمال الالحان المتواضعه يعني بسيطه. انا ما لحنت كثير حقيقه، لحنت الاخ الاستاذ نادي الخضر بعض الالحان، وفي برضه اعمال لبعض الفنانين مثل فرفور مثلا وكده. ويعني العزف هو تقريبا هو اللي اعطاني لوحه صناعيه كورثه. هذه الفقره هي فقره الفنان والشارع، وانت مشارك معنا في هذه الحلقه وعندك وضع خاص، انك انت ابن اخت حسن عطيه، وزي ما قلت لك انا الواد خال. طبعا بالتاكيد حسن عطيه امير العود، انت بتكون بتعزف عود، لانك تعزف وتغني. لا اغني؟ ايوه لا اعزف، معلش كده احنا بنتفق، انت اول حاجه اعزف وبعد ذاك الغنى بيجي. يا خمري الضياء انت حياتي، يا فاهم يا دارس معنى الحياة، من أدبك ليك حارس من غير رياء. يا نعيس يا نعيس يا نعيس يا نعيس يا ملاك يا لبيس، ثوب الحياة انت حياتي.